عادت التراتيل والصلوات مرة أخرى، وعاد معها المصلون بفرحة كبيرة داخل الكنائس الإنجيلية بعد فترة انقطاع تجاوزت 4 أشهر بسبب جائحة كورونا، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة في الكنائس المصرية. طبعا شعور جميل جدا، مهما كان فيه بس مباشر لكل الخدمات كل الأسابيع الخدمة ما انقطعتش، لكن وجودنا في الكنيسة ليه طعم تاني خالص، فدي احنا فرحانين جدا وبنشكر كل الناس اللي ساعدوا ان احنا نوصل لليوم ده. هو شعور عجيب جدا انك زي ما تكون غايب عن بيتك، يعني مع الفارق طبعا لو احنا كلنا طبعا لينا بيوت في الأرياف أو في الصعيد أوقات بنحن نرجع لها. شوف شعورك بيبقى شكله ايه أكتر منه بقى لما تيجي الكنيسة. طبعا مبسوطين 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 وصحيين بدري قوي، اوف كورس اول مره، فنشكر ربنا. الاجتماع كان جميل وحاسين كده بحضور ربنا وحضور الناس، الحقيقه حاجه جميله جميله جميله. ربنا يشيل عننا الغمه دي خالص ان شاء الله. مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية أمر إجباري لجميع المصلين في إطار العودة التدريجية للعبادة في الكنائس الإنجيلية، على أن تعلق العبادة يوم الجمعة من كل أسبوع لحين إشعار آخر. اليوم هو لحظة فارقة ومهمة أن تعود العبادة الجماعية. الكنائس لم تغلق، ولكن أن تعود العبادة الجماعية. طبعا عندنا لجنة طبية تابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية وضعت الكثير من الإجراءات الاحترازية التي تم نشرها على نطاق واسع وعبر كل كنائسنا، وهي أهمية قياس الحرارة عند الدخول، التعقيم المستمر، تعقيم الأماكن، المسافات. زي ما شفت النهاردة الكنيسة يمكن 25% من طاقة حضورها اللي موجود، التباعد داخل الكنيسة وخارجها. إجراءات عديدة تتخذ للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي والتأكد من وجود الأدوات الوقائية بجانب عمليات تعقيم مستمرة، كما أصبح حضور القداس مشروطا بالتسجيل على التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالكنائس ضمن إجراءات تحديد أعداد الحضور.